النظام السياسي في تونس رئاسي لأن أغلب السلطات في يد الرئيس ومنها تعيين رئيس الوزراء. الحزب الحاكم منذ استقلال تونس هو التجمع الدستوري الديمقراطي، وإلى جانبه أحزاب معارضة كالحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد، إضافة إلى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي، ومعها الحزب الاجتماعي الليبرالي وتكتل العمل والحريات حزب الخضر الموالية رغم كونها مصنفة ضمن المعارضة. في المقابل توجد أحزاب غير معترف بها كانت تنشط رغم أنف النظام، حركة النهضة، الحزب العمال الشيوعي، المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب العمل الوطني الديمقراطي ذو الاتجاه التروتسكي. إضافة إلى الأحزاب توجد هيئات ونقابات لها دور في الحياة السياسية إضافة إلى أدوارها الحقوقية والمطلبية. الاتحاد العام التونسي للشغل أيد انتخاب بن علي في 2004، لكنه أيد المطالب الاجتماعية للمحتجين في سيدي بوزيد وغيرها، ثم شاركت نقاباته في الاحتجاجات التي أسقطت بن علي. لدينا كذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان معارضة، الاتحاد العام لطلبة تونس المشكل من قوى معارضة. أضف إليها المجلس الوطني للحريات في تونس وجمعية مناهضة التعذيب في تونس. فما الذي يميز المعارضة التونسية المعترفة بها؟ تبني مطالب السلطة في البرلمان والمشاركة في المواعيد الانتخابية. أما المعارضة غير المعترف بها فتتميز بعدم الدعوة إلى العنف أو العمل به رغم الاعتقالات والتعذيب. السمة الأخرى أنها غير متجانسة، إسلاميون، يساريون وقوميون، وهي تعترف بالتعددية لها ولغيرها، وتنطلق من مؤسسات مدنية، نقابات، مقرات أحزاب إلى آخره. وقد تمكنت المعارضة التونسية غير المعترف بها من كشف ما أراد النظام وحلفائه الدوليون التستر عليه رغم التضييق الداخلي، وبفضل تضامن هيئات غير رسمية غربية معها.